ولنقاش واقع وتحديات الصحفيين في العراق والانتهاكات التي ترتكب ضدهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ينضم إلينا لنقاش هذا الموضوع عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أهلا بكم أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا. أهلا بكم يا مرحبا. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، كيف يبدو واقع الصحفيين العراقيين وهامش حرية الصحافة في العراق؟ للأسف الواقع الذي يعيشه الصحفيون العراقيون اليوم واقع صعب، وربما لم تقم المنظمات المختصة بمراقبة حرية الصحافة أو المنظمات الإنسانية بعكس كامل الحقيقة أو كامل صورة الواقع التي يعيش في ظلها الصحفي العراقي اليوم. الصحفي العراقي اليوم يعمل في بيئة أقل ما يقال عنها أنها خطرة للغاية، يعمل في ظل دولة غير مؤهلة لحماية الحريات، وحتى أنها غير مؤهلة لحماية النفوس مواطنيها. يعمل في دولة تسيطر عليها أجهزة أمنية قمعية وتتحكم بمسيرتها ميليشيات وأحزاب شعبوية عاشقة للسلطة ومستعدة لأن تدفع أي ثمن حتى لو كان أرواح أولئك الصحفيين الذين يبحثون عن المعلومة أو عن الحقيقة أو الذين يتناولون فساد هذه الأحزاب وقمع هذه الميليشيات للمواطنين. لذلك اليوم الصحفي العراقي يعني هو رأس الحرب التي يجابه بها المجتمع العراقي حالة الفساد وحالة الفوضى التي يرزح تحت ظلها العراق هذا اليوم. كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن تنامي نفوذ أعداء حرية الصحافة في العراق، كيف يفسر ذلك الدستور العراقي يؤكد على ضمان حرية العمل الإعلامي والصحفي؟ للأسف يعني كل القوانين التي وضعت أو التي ناقشها البرلمان الحالي وكذلك البرلمانات السابقة إنما هي حبر على ورق ولم يطبق منها شيء. لدينا على سبيل المثال المادة 38 من الدستور العراقي التي ضمنت حرية التعبير في العراق، إلا أن هذه المادة مجرد مادة دستورية ميتة لم يتم احترامها ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع. اليوم الصحفي العراقي ربما يدفع روحه ثمنا لمقالة أو لخبر أو لصورة يلتقطها في العراق لأنها لا تأتي على مزاج الأحزاب أو ميليشيا معينة أو حزب معين. كما أن الأنظمة والتشريعات والقوانين التي السائدة في العراق بداية من أعلى هرم السلطة في العراق إلى أصغر دائرة حكومية لا تتوالم مع مبادئ حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق. اليوم الصحفي العراقي عندما يروم عمل أي تقرير صحفي فإنه مجبور على اتباع سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة والإجراءات البيروقراطية التي تضعها الأجهزة الحكومية والمؤسسات، كما أنه مجبور عليه أو مجبر أن يقوم بالحصول على تراخيص أمنية من جهات أمنية متعددة. لدينا تعدد في السلطات الأمنية في العراق. اليوم أي صحفي في العراق وفي بغداد على سبيل المثال لا يستطيع تشغيل كاميرته في شوارع بغداد إلا بعد الحصول على موافقات من قيادة عمليات بغداد وكذلك من الشرطة المحلية والشرطة الفيدرالية وغيرها من الأجهزة الأمنية المتعددة. وفقا أستاذ أحمد، من حرية الحديث عن هذه الحريات أيضا يقودنا لذكر الأرقام التي نشرتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة حول حدوث 230
أو 233 حالة اعتداء طالت الصحفيين في العراق خلال عام 2021، كما أن العراق يحتل المرتبة 63 بعد 100 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة. كيف يمكن قراءة مثل هذه الأرقام الخطيرة حول واقع الصحافة في العراق؟ يعني أنا أكاد أجزم أن يعني هذا الرقم قد لا يكون هو الرقم النهائي أو الحقيقي في إحصاء حجم الانتهاكات والممارسات القمعية التي تعرض ويتعرض لها الصحفي العراقي باستمرار. في كل يوم نشهد حادثة لقيام سياسي ما أو لقيام جهة سياسية ما أو لقيام ميليشيا ما بالاعتداء وخطف و احتجاز واعتقال الصحفيين، كل ذنبهم أنهم تناولوا ملفا من ملفات الفساد أو أنهم أشاروا في مقالة أو في تقرير أو في خبر ما إلى فساد جهة سياسية ما. كما أن اليوم الصحفي العراقي يتعرض ل يعني ابتزاز من قبل بعض شيوخ العشائر اليوم، بالإضافة إلى الأجهزة القمعية والميليشيات. اليوم أيضا الصحفي العراقي مطارد بما يسمى بالحق العشائري وبغيرها من الجهات القمعية التي تحاول إسكات الصحفيين. لذلك أنا أجزم أن عدد الانتهاكات أكبر بكثير من هذه الأرقام، والانتهاكات مستمرة حتى أنها على مستوى أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الصحفي يتعرض لانتهاكات جسيمة بعمليات الملاحقة والقمع والاعتقال وحتى الطرد من مؤسسة الصحفية التي يعمل بها بسبب تفوهه بكلمة أو كتابته لخبر أو تعليق ما. شكرا جزيلا لكم الصحفي أحمد الجميلي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد.